ان سهل تدخل فيه بصدرك وصعب تخرج منه بظهرك. انت ممكن تخش بطريق غير تخش بيه بقلبك ولا حاجه. جواز ولا ايه؟ لا مين؟ جواز. الجواز طبعا انا اللي فكر وصعب تخرج منه بظهرك. باب يعني العب العب ايه ده؟ السلم والتعبئه السلم بس كيف الجواز؟ احكي في الجواز معاك. البدرون ده حاجه. ايه تاني؟ الاسانسير برضو. الاسانسير لو برضو لو صغير توليت يعني ليه؟ لان لازم اخش بوشي واطلع بوشي عشان ما اطلعش على الظهر. صحيح. طب ايه اللي هيخليك؟ طب ما انت اي اوضه كده برضو. صح. البلكونه مثلا. ها البلكونه صعب سهل تدخل بصدرك وصعب تخرج بظهرك. ليه؟ عشان باب البلكونه بضرفه واحده. تمام. ضرفه واحده بضرفتين. صح. العربيه مثلا ممكن العربيه تدخل فيها بوشك. أيوة. بالظبط. وصعب ترجع بظهرك لان هتبقى ايه؟ ايوه خلاص. صح. كل حاجه تخشها بصدرك وتطلع بظهرك. زي ايه؟ التواليت يعني الحمام. قربت جدا. ايه الماسوره يعني؟ والله العظيم بيفكر. القطر. عربيه. عربيه ما تدخلش في صدرك. ماشي. طياره. الجيم حديث بقى. الجيم تدخل بصدرك. هو اغلبهم بيجيلهم من دروب يعني. الباب. انت رجعت بظهرك اهو سهل جدا يا جدعان. مشاكل كبيره تدخل بصدرك ممكن تطلع وممكن ما تطلعش. خارج بصراحه. مشاكل. انت قلت المشاكل؟ اتفضل يا استاذ. هرش هرش الدماغ. ياسين كان مستعجل جدا ومتاخر قوي وكان سايق العربيه في شارع ما يعرفوش والنور ما كانش والع ونور العربيه ما كانش شغال والقمر يوميها كان يدوب هلال صغير قوي وقطه طلعت قدامه فجاه ومع ذلك عرف ان هو ما يدوسهاش. عمل ايه ياسين؟ شافها ازاي؟ العلم ده عايزها بتحكي. ايوه هو حس من وشها من عينيها كل شعرها الضوء الفسفوري لف حواليها. لف يعني هو بالعربيه. القطه اهي اعمل انت العربيه. في لغز كده. في لغز. اه لغز ياسين ولا في العربيه؟ في العربيه. فرن العربيه بسرعه. اه بس شاف القطه ازاي؟ من المرايه. شاف القطه من المرايه. في نور طبلون ونور صغير بيشغال بيوري له العربيه من ايه؟ من بره ولا من جوه؟ بيوريها له من جوه. العداد من جوه والنور الضعيف من بره. لو ناوي فكر ان في قطه قدامه راح واحد راح دايس فرامل. لا ده هم قطه بنت حلال والحمد لله يعني تحس قطه كانت صايمه وقتها. هو اللي ده قطه عماله تعطسها ولا ايه؟ حد عدى عليه بالعربيه يعني شاف النور الثاني من العربيه الثانيه يعني نور النجوم نور النجوم غير الكواكب غير الكواكب. حس بيه؟ حس بالقطه. حس بيه روح. اول حاجه بيه روح. بينون وبينون وبتنون والقطه صح. مسحراتي كل الصبر مثلا في رمضان مثلا اخو ياسين. يعني القطة بتصرف تعمل ايه؟ آه كده؟ كان سايق الصبح بس. هرش الدماغ. ايه الالوان الاساسية وكام عددها؟ واحد اثنين ثلاثة. الاخضر والاحمر والاسود والازرق والابيض. تمام. ناس اسماعيلي بقى اكتر على الازرق. ادي لبن. اخر حاجه هم ست الوان اساسيه او يدي في الذوق. ابيض اسود اخضر احمر ازرق في نوع عين كده صح؟ يا سبع الوان. تمام. الاحمر والاخضر والاصفر والبني والابيض فاضل كام؟ والكحلي. وايه تاني؟ الكحلي. ايه ايه؟ ايه ايه؟ هما سبع الوان. الاحمر والاصفر والاخضر والبني والاسود. هي الوان اللي هو الاحمر والابيض
والاسود السماوي السماوي ممكن البني احمر اصفر ازرق اخضر بني اسمر اصفر ملك روح ابيض احمر اصفر ازرق اخضر مخطط اتناشر لون الازرق في لون بيج في لون الاصفر في الوان تانية فيه اللي هو اللي بيبقى فاتح والغامق من اول فوق بنفسجي لغايه تحت الحمراء ايوه تمام يبقى ناخد الدرجات بقى لا مش عارفهم بالترتيب بقى ممكن يكون البنفسجيه والحمراء والازرق والاصفر مش حافظ الباقي ازرق ازرق ولبني و لبني و لبني انت عندك الاصفر لما نحط عليه احمر يبقى برتقال برافو عليك وبعد كده الاحمر لما نحط عليه سيكت اخضر يبتدي يقلب ازرق يبقى كده لا او لا يقلب موف يبقى كده الاحمر اساسي يبقى الاحمر اساسي اوكي والاصفر اساسي اكسلنت فضل ايه ثلاثه ثانيه واحده بس خليك معايا بالاخضر بيجي امتى الاصفر لما نحط عليه ازرق يقلب اخضر طبعا كده الاصفر اساسي والازرق اساسي والاحمر اساسي فاكر هم دول هم دول الثلاثة هي الازرق والاصفر والاحمر كل سنة حضرتك طيب الأصفر لما نحط عليه أحمر يقلب برتقاني الأصفر لما نحط عليه أحمر يقلب برتقاني برافو عليك وبعد كده الأحمر لما نحط عليه سيكت أخضر يبتدي يقلب أزرق نور النجوم نور النجوم نور الشواكت نور الشواكت السماوي السماوي أدون سيف أدون سيف باب يعني دلع دلع إيه ده؟ قول انت لا بجغدر اخضر واحنا خضر في سماوي وفي سماوي مش كده سماوي وايه والحاوي لا 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 حاوي انا مورق يا استاذ احمد مش حافظه انا انت شكيلي تعيب قوي ان انا ما اعرفش رد على السؤال ده على فكره ليه يا لا بس يعني دي حاجه معروفه يعني كل سنة طيب تعال لا قول ايه اللي سهل تضيف ايه صدرك وانت اهو ما شاء الله وهتقول ايه اقول لك الحل محدش واخد باله شوفوا الحل معانا برضه في الايه في الحلقه الجايه شفت مدام ركز كده شفت ركز ازاي هيجيبها وبيضحك لان انت قربت جدا وانت مش عارف تقربت جدا وبتاعه ايه هو احنا ماديين قوي كده السنين بقى ضحك السنين ايوه عارفه عارف والله انا جبت اخر